وكان يقول أحد الأخوة بأنها دعاية انتخابية، أنا أشوفها هي تسويق لأهداف اشتراكية شيوعية غير إسلامية. مع كل احترامي لجمعيات اليسار، إحنا دولة إسلامية وللأموال الخاصة حرمتها، والواحد بالمئة مغصوبة ومأخوذة عنوة من الموظف البحريني. وشكرا. نعم شكرا. النظام تبدأ أساسا عندما نتحدث يجب أو نوصف أو نتحدث حتى خاصة عن نظم اقتصادية اجتماعية، يجب أول شيء قارئ سطر عنها، بس سطر. نظم الحماية الاجتماعية التكافلية أولا نص عليه الدستور، هاي واحدة. اثنين، أمريكا الحين أو ألمانيا أو فرنسا اشتراكية ورأسمالية، أنا بسأل، أو بس إن إحنا نسوق التهم جزافا. خلنا أول نرفع شوي ثقافتنا شوي بس. نعم. نقرأ شوي بس، سطر واحد. أما إن إحنا نلقي بس جزء، بقيت روح اقرأ في مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مبدأ إسلامي نص عليه الدستور، ندرس عليه القرآن الكريم. هل أنا ما أدري شلون.